الناس اللي مخنوقة في حياتها ومش طايقة نفسها، والناس اللي الخير والبركة متشالة من بيتها، السبب عدم ذكر ربنا في البيت أو عدم القرب من ربنا. الناس البعيدة من ربنا أكيد هتلاقي كل حاجة وحشة في طريقها. أهم حاجة إن احنا نصلي، وإن الصلاة دي ما تتقطعش حتى لو احنا تعبانين مش قادرين نصلي واحنا قاعدين، بس أهم حاجة إنها ما تتقطعش، لأن ربنا رؤوف ورحوم وبيغفر. بس صلاتنا ما تتقطعش أبدا. القرآن في البيت ما يتقطعش. الحاجات دي كلها بتجيب الخير وتجيب السعادة وتجيب الراحة وتجيب الطمأنينة وبتريح القلب. اللي احنا نقرب من ربنا شوية، نقعد نتكلم معاه، نفضفض له، نحكي له، ندعي له، عشان هو بيحب يسمع صوتنا. ولو في ضيقة ولا في كرب ولا في خنقة، بيبقى ربنا عايز يسمع صوتنا. أهم حاجة إن احنا نقرب من ربنا كويس قوي علشان حياتنا تبقى جميلة وكويسة، ونلاقي الخير والسعادة كمان. لكم على حاجات استمرين عليها هتلاقوا خير وسعادة وراحة نفسية وطمأنينة. اللي احنا بعد كل صلاة نستغفر 100 مرة ونصلي على النبي 100 مرة، استمرتوا عليها هتلاقوا خير والله العظيم ما تتخيلوش. كفاية السعادة والراحة اللي هتحصل لنا اللي احنا نستغفر ونقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ونصلي على النبي.